الشباب هنشوف ضربه حره للبديل هوبا تسديده حره يا ولد لسه بقول الكلمه لسه ما كملتش كلمتي وعلى طول الوصل يتالق ويتعملق وعلى طول البديل هو اللي معاه كلمه السحر هو اللي معاه مفتاح الفانوس هو اللي معاه كلمه السر والبسمه لصالح نادي الوصل. اذا عيسى علي موسى ثلاث اسماء على حرف العين عيسى علي موسى يتقدم لصالح نادي الوصل ويثبت هنا ان اللاعب البديل ممكن يكون على طريق جده احد ابرز اللعيبه البدلاء في تاريخ وعالم كره القدم في كل البطولات القاريه المجمعه. التاريخ بيقول كلمته يا جماعه والتاريخ يقول ان البديل لما يكون قاعد ونفسيته كويسه وعينه على الملعب كويس ما ينفعش الان تكون بديل وانت جاي مزمزق او زعلان. الراجل اختار 11 خلاص ال 11 الموجودين يلعبوا الدودي السابق والمحلل الحالي. تتلعب الكره العرضيه حلوه جدا التاني الله الله عليه هو العريس هو العريس هو هو هاتهولي في كل البرامج بتاع دبي الرياضيه هاتلي ده هاتلي هاتهولي 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 يا ولد يا ولد لعيب ايه الحكايه دي يا جماعه. اذا اللعيب البديل دي سنه البدلاء ولا ايه؟ سنه مش هلعب اساسي تاني سنه البدلاء دي. عيسى علي هو اللي يحول القصه هو اللي يحول الحدوته هو اللي يبقى جد الوصل القادم يتقدم يعني ويتعملق ويسجل هدف تاني عيسى علي موسى. اذا قرار صائب بالنسبه للمدرب انه يدفع بهذا اللاعب بدليل انه سجل هدفين واحده من ثابته والثانيه من كره راسيه ممكن تكون الثالثه ثابته. هذا الهدف هيصعب كتير جدا ماموريه نادي الشباب من وجهه نظري في عمليه الرجوع للقاء من جديد. انذار لاوليفيرا انذار لاوليفيرا سبحان الله على التحول في المباراه سبحان الله على التحول في المباراه. هنا البديل يا جماعه